محمود العبيبي ديديكاس لتريزي جول، تابعوا على شين اليوتيوب متاعه تو تعرفوا برشا حاجات. كل عادة والحوايج لازم يكون مرة خدمة مع ملعبي تونسي. نعطيكم من بداية عمل بضغط في كاريره، المسيرة اللي صارت له، الأسباب اللي خلاه يخرج من الجمعية اللي كان يكور فيها الصحيح في الصحيح. في فيديو هذا اختغرت ملعبي كور في الهامهامة كور في المستير وحاليا ما غير حتى الجمعية واللي هو محمود العذيبي. نبدأ ساعة بورتيني روبو من بعد هذا الأناليز اللي خلاني نخدم عليه ملعبي هذا. محمود العذيبي مليو فونسيف 25 سنة عمره 171 بدأ الكورة مع الهامهامة مليو عمره 11 سنة. لين في 2013 الانترينر السربي دراغان يعطي فرصته باش يكون حاضر مع الكيب سينيور. عملتها كور كان 10 ماتشوات على الرغم انه تكون في البوست مليو اوفونسيف لكن مع دراغان كان يكور الي جوش. عملتها كور في البوست هذاك العام الثاني رجع البوست بتاعه الاصلي. برشا عباد وقتها قالت راهو مشروع جديد تاع انيس بن شويخه في الهمامه بحكم الكاليتي اللي عنده والتكنيك اللي عنده. هذا نحكيو فيها بارتي اناليز. نكمل نحكيو في بارتي روبو. هذا كي تحت حمام ملعب ديفيزيون 2 قعد مع جمعيته على الرغم اللي جاو برشا اوفروات من جمعيه كبار في تونس لكن قعد مع جمعيته الام وساهم باش تلعب ديفيزيون 1 ورجعت من رخله للناسيونال A. لكن في جويل 2018 مشكله بين هو وبين رئيس الجمعيه فاضل بن حمزه اللي خلات محمود العذيبي يفسخ كونترا نتاعو مع جمعيه الام. نهار 7 اوت يصح كونترا مع مستير. ورينا صار في مستير عام سنة مشاكل تاع فلوس مش رئيس جمعيه هما ريبادر اونترينور كل مره مشكله اللي خلت برشا ملاعبيه يفسخ كونترا نتاعهم مع مستير. والملاعبيه هذوما كان محمود العذيبي واللي فسخ كونترا نتاعو مع مستير نهار 5 ديسمبر 2018. حاليا الملاعب هذا ما غير حتى كونترا. هذا كان بورتيرو بوم تاع الملاعبي هذا. نتعداو تاع الاناليز الحاجات اللي خلات لي نخدم عليه الملاعبي هذا والحاجات اللي عجبتني فيه. الملاعب تكنيكمون بيسر حتى الجمهور هامهامه يقارن فيه وقتها بانيس بن شويخ. مشروع تاع انيس بن شويخ جديد في الهامام. ابار هذاك في الملاعب في الديويل فاس فاس ينجم فسح لك ملاعبي وحتى زوز. معناها باش نوريك انه تكنيكمون باهي واخت هذاك ملاعبي قارح. حاجات اللي خلت معين شعباني يعجب بروفيل هذايا على الاخر. كما نعرفوا معين يا اكثر اللي بروفيل يعجبوه في الملاعبي هما القارحين. هما اللي كوروك بقلايب. وريناها حتى في الاسبيرونس الحكايه هذي. ابار هذاك ملاعبي رزين في ساقيه. معناها ما عندوش كتراك خاصة اول بداياته ما عندوش كتراك تاع برشا ملاعبي. خاطر كده جون يطلع ليكيب سينيور باز يكون عنده تراك. فما ملعبيه اللي تلقاه ساقيه مع ساقيه على القاع وينجم يعملك البلوس هو اللي عنده بيرسوناليتي قوي. واللي اكثر حاجه عجبت دراغان وقت بيرسوناليتي قويه نتاع الملعبي هذايا سيرتيران. الملاعب عنده بيرسوناليتي ينجم يعملك البلوس ينجم يزيدك للجمعيه نتاعك. حتى بريفير هذا عجب بوشير عجب معين وعجب برشا اونترينرات اخرين. مع مستير نجحت الامور كما يلزم. رينا المشاكل وحتى مشاكل من برا من الجمهور اللي ما خلاش الملعب يكور على راحته. مش حتى كان محمود برشا ملعبيه ما كانوش ينجموا يكور على راحته في مستير. ما كانوش ينجموا يعطيوا البلوس اكثر مستير بحكم مشاكل خاصه نعرفوا الجمهور التونسي معناتها متعصب ياسر. عطيه المفيد النتيجه باهيه هكا هو هذاك حاجته بالضبط. خاصه تو تشوف مستير المرتبه الاخر معناتها افهم وحدك بريسيون اللي على جوارة مستير. اخت هذاك الملعبي كانت عنده تجربه مع ليكيب اولمبيك تاع تونس حتى لي جون تاع تونس ومثلهم برشا مرات كور معاهم برشا مرات. معناها موش هكاك ملاعبي باش يكون حاضر في كيم ناسيونال ويطلع صغير مع الهمامه وتو مع مستير وعنده دي زوفخ باهيين برشا جمعيات. هذا كان من ابرز الحاجات اللي عجبوني في الملاعب هذايا. ملاعبي كاركتيرو قوي تكنيكمون باهي حسب ما نشوف كان تخاف الهمامه راهو مشروع انيس بن شيوخه جي وعلاش ليه ما يرجعش جمعيته الام مره اخرى على خاطر محبوب من الجمهور تاع الهمام. هذا من ابرز الحاجات اللي عجبوني في الملاعب هذايا واللي لازم نخدم عليه في الفيديو هذي. انا بوتوتو ما عليك انا نقول لك في الامان ونشوفك في فيديو اخر. الباقي انت تعرفوا بالضبط شنو باش تعمل. خلوا لي في لي كومونتير على شكون اللاعب تحبوا نخدم عليه في فيديو الجاي. بالسلامه.